ثقافية نظمت شبكة القراءة بالمغرب فرع برشيد أمسية شعرية تخليدا لليوم العالمي للشعر، حضرها جمهور من الشعراء والمهتمين احتفاء بالكلمة الموزونة. فاطمة تابوت ومحمد مهرش. هو اليوم العالمي للشعر، يوم التذكير بالكلمة الجميلة والمشاعر الفيحة الذي يصادف حلول فصل الربيع، حيث تتفتح الأزهار وتتسربل الطبيعة حللا يانعة تجعل الطيور تلقي أشعارها في الفضاء، ويصل مداها إلى كل عاشق مكلوم، حينها يتذكر الشاعر صاحب الوجدان الرقيق. فعل مساء حيث أنت وعلت مساء جميل أن يكون للشعر يومه العالمي، والأجمل هو أن يكون هناك من يسعى لإسماع صوت هذا الشعر، لأن الشعر بكل تأكيد هي لحظة صدق وانفلات من واقع مليء بالمتناقضات. الشعر يحيا عندما يلقى، أما في الكتب فهو شعر بلا روح. فإذن نحن نأتي، والمن ينصت للشعر يعطيه فرصة أخرى للحياة، إذن يشارك في استمرار الشعر. الشعر هو طريقة المقاومة الجهل وديال مقاومة التشدد، هو انفتاح على الآخر وعلى القيم الكونية. شبكة القراءة بالمغرب فرع برشيد كانت لها الالتفات بهذا اليوم الأممي للاحتفاء بالشعر كلغة إنسانية تجمع الأسرة البشرية، اعتبارا لتماسه الحقيقي مع الهم الإنساني. عشقنا واحترامنا للحرف والكلمة خلانا نعمل جاهدين على تخليد هذه الذكرى، ومن هنا احنا بغينا باش الشعر حتى هو تعطاله قيمة في الأسرة الفنية، وبغينا الإشعاع ديالو يوصل إلى أبعد مدى. وهكذا استسلمت الاحتفالية لصوت الأغنية الملتزمة، وامتزج فيها وصف الصورة بجمال المعنى، فجادت قريحة الشعراء بعدد الأوراق والقصائد الشعرية، سلمت لأصحابها أدرع تقديرية على إنجاح فعاليات الأمسية.